السلام عليكم. بعون الله تمت إضافة العقل، عقل آخر جديد، عقل لعائلة الفولكسفاجن، الفاج الكونتيننتال السيمو السيس. دونك سوف نحاول أن نلغي مجموعة هذه العطال. هذا هو عنوان الموقع، تجدونه أسفل كالعادة أسفل الفيديو. نفتح الموقع. هنا نختار العائلة فاغ كونتيننتال، العقل سيمو سيس. هنا العملية دي تي سي اوف. هذا هو العقل، وهنا نعطيه، نغير الفواصل. ونأخذ هذه المجموعة الأعطال، نضعها في الخانة المخصصة لذلك، ونضغط على الزر Process the File. الآن يقوم الموقع بمعالجة الملف، ومن ثم سوف يعطينا هذا التقرير. العملية DTCOff 5 VME 5 أورو، يعني 5 أورو. قام بإلغاء العطل، وجد العطل البي 1602 والبي 0011 والبي 0010 والبي 0016 والبي 0341. إن لم يجد عطل سوف لن تجده هنا، يعني مثلا إن لم يجد العطل البي 0341 غير موجود في العقل سوف لن تجده هنا، سوف تجد مثلا 3 أو 4 فقط. يعني إذا وجدت هذه الأعطال يعني أن هذه الأعطال كلها موجودة في العقل وقد تم إلغاؤها. نقوم بتحميل الملف بعد أن نوافق على هذه الشروط. نضعه بجانب الملف الأصلي ونقوم بعملية المقارنة. هذا هو الأصلي وهذا هو المعدل. كما تلاحظون هذه هي التغييرات لإلغاء هذه المجموعة من الأعطال. إذا بالتوفيق للجميع، سوف نعمل دائما على مزيد دعم هذا الموقع بتنزيل عقول أخرى. شكرا لمتابعتكم وبالتوفيق للجميع.